طفيف بالخير تدينا تلو كان الكلام حرة تواريخ تحجينا وسلامات يا وطن بلد ما بتقبل الذلة ولا كان الهوى نهيلة تفرش توبة في الصحراء وتتوسط ضفاف نيلة ترطب صوتها بالقرآن ترتل في تراتيلة وسلامات يا وطن وريدك يا وطن تبشر بالنعيم والخير إذا ضاق صدور الناس طفيف بالخير تدينا تلو كان الكلام حرة تواريخ تحجينا وسلامات يا وطن بلد ما بتقبل الذلة ولا كان الهوى نهيلة تفرش توبة في الصحراء وتتوسط ضفاف نيلة ترطب صوتها بالقرآن ترتل في تراتيلة وسلامات يا وطن وريدك يا وطن تبشر بالنعيم والخير إذا ضاق صدور الناس تمد إيدك على جرابك توزع في الذهب والماس بتعرض عرضة الواثق وتاجك ما بفارق الراس وسلامات يا وطن فاطمة الزهراء عبد الكريم الحمد لله نجحت في الثانوية العامة وجبت مجموعة 98% وإن شاء الله قبلت في جامعة القاهرة وإن شاء الله كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وطبعا أهدي النجاح ده لوالدتي أول حاجة والأهلي كلهم والحمد لله مروة يحيى زبير عبد العزيز بيرم كنت في مرحلة إعدادية وتأهلت للمرحلة الثانوية وبشكر الفضل لكل الأهلي طبعا واعتمدت على نفسي ودار السودان النهارده عمل لنا حفله هيكرمنا فيها وبشكر دار السودان انه عمل الحفله دي لينا ايهاب طارق محمود محمد علي امتحنت من مدرسه الاروس امتحنت من ابتدائي لاعدادي مرحله اساس وهسه يعني كنت بذاكر براي والحمد لله مجهودي جبت 87% نحن نحيي دار السودان لاستضافته ومبادرته الممتازة للاحتفاء بالمتفوقين من أبنائنا وبناتنا في المدارس المختلفة على امتداد جمهورية مصر العربية دار السودان ظلت دوما ممثلة شرعية للإرث السوداني والتقاليد السودانية والأريحية السودانية نحن نشكرهم في هذا اليوم الجميل نشكر الآباء ونشكر الأمهات أنا أشكر الأمهات بصفة خاصة يا أخواننا أشكر الأمهات والأخوات ودي طبعا يعني معلوم أن عماد المجتمع هو المرأة وعماد المجتمع وعماد الأسرة هي المرأة فتحية خاصة للمرأة وتحية خاصة للمرأة السودانية وتحية خاصة للمرأة السودانية في جمهورية مصر العربية Thank you.
الحقيقة الجالية السودانية بمصر هي جالية كبيرة وتتلقى يعني تعليمة في معظمهم في المدارس المصرية، وقريبا يعني افتتحنا مدرسة السودانية لأول مرة في القاهرة، وحتى إنه نرتقي بالعملية التعليمية في مصر لكل أبناء الجالية السودانية. فهذا اليوم يوم حافل، وهذه مناسبة عظيمة. التحية لكل أم صابرت وجاهدت فلها القدح المعلى في هذا النجاح، فهي المدرسة وهي القدوة وهي الثابت النابت لخدمة هؤلاء الطلبة. والتحية من بعدك للخطوط الجوية السودانية التي من فتأت تفتح بابها خدمة وترحاب للجالية السودانية. الجوية السودانية أتقدم بأطيب التهاني والتبريكات لإخوتي وأبنائي الطلبة بمناسبة نجاحهم، وأتمنى لهم توفيق وسداد في مقبل حياتهم.